تقطع الحواجب. الحواجب كتير قوي شكلها بيفرق في شكلنا، حتى لو هي طبعا ما فيش يعني حواجب مش مليانه، او الحواجب بتكون ساقطه فبتاخد الجفن العلوي ويسقط على العين وبيبقى بيصغر شكل العين. تلاقي الواحده مش عارفه، حرام تحط ميك اب ولا عارفه، يا دوب بس تحط ماسكارا يروح جايب لحد حواجب كده، تلاقيها مش عارفه تقرا، مش عارفه تتفرج على التلفزيون فعلا. الحاجب الجفن العلوي بيبقى نازل على العين، يمنعها من القرايه، يمنعها من ان هي تبقى عارفه تشوف كويس، فده بيبقى دي مشكله تانية خالص، يعني مش قصه ميك اب بس. انا جاتني واحده الاسبوع اللي فات تقول لي يا دكتور مش قادره اقعد اقرا، فقلت لها لا، ده طبعا حلو الطفره بتاعتنا، العلاج السحري لتهدل وتساقط الجفون والانتفاخ كمان تحت العين، الجت بلازما. بلازما جت او جت بلازما. جت. تمام. هو ده اللي بيقولوا عليه زي بمثابه العمليات الجراحيه. بالظبط. اشرحي لي بقى، اشرحي لي، لان انا فعلا يعني ما كنتش فاهمه يعني ايه حد ما يبقاش قادر يقرا الورق ويكون الجفن ساقط على عينه. ما هو طبعا تخيلي لو انا الجفن ده كده سقط على العين. هنا كده اشرحي لنا على هنا الفيديو. هنا لا، الحاله دي كان عندها عايزه ترفع الحاجب بس تدي وسع للعين، عايزه ترفع الحاجب معاها تشد الجفن. تمام. دي خيوط، يعني ما كانتش حابه تشتغل بالليزر، ولكن قررت انها تشتغل في بدايه الفيديو هي بنرفع الحواجب والجفن العلوي عن طريق الخيوط. ده حاجه تانية لعلاج الجفن الساقط. الجفن الساقط. تمام. عندك لو حد مش عايز يشتغل بالخيوط، او ناس خايفه تقول يا دكتور مش داخل حاجه جوه جسمي. طبعا. زي الفل. مريض مثلا سكر. صعب انك تفتحي جرح او تدخلي حاجه او الكلام ده كله، يبقى الحل الامثل لشد ترهل للجفون عن طريق الجيت بلازما. ده نوع من انواع الليزر، ده غير البلازما اللي احنا بنسحبها من جسمنا. ده نوع من انواع الليزر بيشتغل على الايونات والالكترونات في الخليه عشان يعمل انكماش للجلد ويرجع الانسجه لوضعها الطبيعي. لا ما فهمتش بقى خالص. تمام. اشرحي لي بقى بالراحه كده واحده واحده واحنا كده في الفيديو. تمام. واحده واحده مع المشاهدين. احنا هنا ده شعاع الليزر اللي هو الجت بلازما، يستخدم في شد ترهل الجفون من فوق وتحت، المنطقتين اللي معلمين عليهم. انت متاكده ان ده ما بيوجعش يا اميره؟ لا ما بيوجعش، احنا بنحط بنج موضعي. لو هي حست باي حاجه بترفع صباعها بزود البنج. اوكي. الموضوع بسيط خالص. تمام. بيشتغل ازاي؟ احنا مفروض وضع الانسجه او الخلايا الطبيعي، الموجب لوحده والسالب لوحده. مع مرور العمر وعلامات الشيخوخه والتعرض للشمس والكلام ده كله، بتبدا الدنيا تخش جوه بعضيها، الموجب دخل في السالب. أوكي. اللي بيعمله شعاع الليزر ده بيرجع كل حاجه لوضعها الطبيعي. بيخلي الموجب في حته والسالب في حته في الانسجه والخلايا. أوكي. فتلاقي الجلد قدام عينك في نفس السيشن بينكمش. الجلد اللي كنا بنقدر نمسكه، الجفن اللي كان بيبقى واقع وقادرين نمسكه في ايدينا، لا احنا الجلد بينكمش وبيرجع لوضعه الطبيعي سواء كان من فوق او من تحت. كمان الانتفاخات، بنلاقي مع مرور الوقت انتفاخ كتير تحت العين. تاني حاجه بيحفر. في حفره كده او هاله سودا تحت العين بتحفر، بيبقى شكل العين صعب قوي. تمام. بتحفر يعني بتدخل لجوه تقصدي؟ ولا بتبقى غائره. العين بتبقى غائره ودخلت لجوه، وكمان تلاقي فيها انتفاخات نزلت من تحت الرمش. أوكي. بقى شكلها صعب. برضو جيت بلازما بيحل نفس المشكله دي. عايزه برضو افكر الناس، احنا في حالات بتفضل ان نعمل خيوط لشد الترهل، وفي حالات بتفضل ان احنا نعمل الجيت بلازما لشد ترهل الجفون من فوق وتحت. كمان الجيت بلازما مش بس للترهل، عشان نكون واضحين برضو. الناس اللي عايزه تعمل ازاله التجاعيد اللي كنا لسه بنتكلم عليها وال111، بس مش عايزه تحقن بوتوكس، احنا ينفع نستخدم الجيت بلازما. يعني الجيت بلازما بتحل محل البوتوكس في موضوع التجاعيد ده. وبتقعد كمان وقت طويل. فعلا علاج سحري. الناس